مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. انا جمال عبد الناصر وهنتكلم النهارده على مشروع مميز جدا في الساحل الشمالي وبالتحديد في منطقه راس الحكمه، واحد من مشروعات شركه هايد بارك. هنتكلم عن تاريخ الشركه وعملها السابقه ولوكيشن الكومباوند والخدمات والمميزات داخل المشروع وايه التايبس الموجوده. يلا بينا ندخل سريعا في شرح تفاصيل مشروع النهارده. تم تأسيس شركة هايد بارك للاستثمار والتطوير العقاري في عام 2007، وحرصت شركة هايد بارك على القيام بعدة مشروعات ضخمة في مناطق زي القاهرة الجديدة وأكتوبر والساحل الشمالي، ونتيجة للنجاحات الكبيرة اللي حققتها الشركة استثمر فيها عدد من الكيانات الكبرى الموجودة في مصر زي مين؟ زي البنك الإسكان والتعمير والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للاستثمار والتنمية وشركة التعمير للاستثمار والتنمية العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. يقع المشروع في قلب الساحل الشمالي في الكيلو 214 على طريق اسكندرية مطروح في منطقة راس الحكمة، واللي بتتميز بجمال ونقاء شواطئها والجو الساحر. وتتميز قرية سيشور هايد بارك الساحل الشمالي بالموقع الجغرافي الفريد، حيث تقع بالقرب من أهم المناطق الحيوية المهمة والطرق والمحاول الرئيسية زي طريق الضبعة وطريق الفوكة الجديد. وتم الاهتمام من قبل الشركة على مراعاة التصميمات المعمارية لمشروع سيشور الساحل الشمالي اللي تم عملها على طراز ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. تتمتع معظم وحدات مشروع سيشور هايد بارك الساحل الشمالي بإطلالة مباشرة برؤية كاملة للبحر، حيث تصل أعلى نقطة ارتفاع للمشروع حوالي 40 متر فوق سطح البحر. مساحة مشروع سيشور حوالي 240 فدان بعرض بحر 550 متر وعمق بيصل ل 1800 متر. يتوفر فيه جميع المرافق العامة والخدمات المطلوبة اللي بتلبي معظم رغبات واحتياجات العملاء. تم توزيع الجزء الأكبر من المساحة الكلية للمشروع على الخدمات الأساسية والترفيهية والمرافق والبنية التحتية عشان تستفيد جميع الملاك بتجربة مميزة وفريدة، وطبعا الاستمتاع بالراحة والخصوصية الكاملة. طبعا كل ده وسط المناظر الطبيعية الجميلة بنسبة بنائية حوالي 20% وباقي مساحة المشروع لاندسكيب وخدمات. بالنسبة للخدمات والمميزات، طبعا يوجد في المشروع ووتر فيتشرز، مطاعم وكافيهات، في اوتيل فايت والدوبلكسز والتاون هاوسز والستاندالون الفيلات المستقلة. بالنسبة للشلات والدوبلكسز بتكون ارتفاعها عبارة عن ارضي ودورين وبتتراوح مساحتها من مشروع جديد.